شكرا ريما. يعني مشاهدينا نحن الآن معكم مباشرة من إعزاز، نحن بضيافة أبو إبراهيم، نحن نشكره على هذه الضيافة ونشكره على هذه المقابلة الحصرية التي نبثها مباشرة عبر سكايب. أبو إبراهيم، يعني كل الأهالي اليوم عم يحضروك ومن يومين عم بيتابعوك بلبنان، أهالي الضيوف يلي بتشدد إنه ضيوف، ونحن شفنا حسن المعاملة حتى لقلنا. المستغرب انه كيف دعيت حضرتك فنانين اعلاميين والاهالي يجوا يزوروا الضيوف عندك، ليش دعيتنا ابو ابراهيم وليه رفضت السياسيين؟ اهلا وسهلا فيكم، على كل حال في باب السلاميه مدينه اعزاز بنرحب فيكم. وبالنسبه للضيوف اللبنانيين من هنا عبروا من باب السلامه واستضفناهم على بعد 30 كيلومتر من هذا المعبر الذي نتحدث منه هلا. وهم ضيوفنا، بداية المعاملة معهم من أول لحظة استضفناهم هن عبارة عن ضيوف وأكرمناهم، وإن شاء الله الضيافة هي وإن شاء الله السبب استضافتهم أن هن ناس لبنانيين. نعم. ونحن شعب سوري مروا في منطقة وفي بحر من الدماء وظهر من الشبيهة الذي وضع النظام السوري في بلادنا هي على الحدود التركية لسبب النظام السوري كان حيث ظهر من الشبيهة أعداد كثيرة ممكن لمنع منطقة عازلة، والحمد لله منطقتنا صارت منطقة عازلة هلا. واستضفنا هذول الضيوف اللبنانيين المقصود باستضافتهم إن شاء الله، هذول هم الضيوف أخوتنا واكثر من اخوه ان شاء الله، لسبب لنقل صداقه لنقل رسائل من الشعب السوري الى الشعب اللبناني، من الشعب السوري الى الشعب اللبناني نقل رسائل. هذول ضيوفنا لانه مرت بلدنا نحن وخاصه ريف حلب صفر من الاعلان، وخاصه الاعلان اللبناني ما شفنا منه اي شيء، وجميع الوسائل الاعلانيه كان ضعف كبير كثير شديد. يعني نحن اللي صدقتهم تجذب الاعلام لعندك على المنطقه، يعني نحسن منقول هيك، يعني عرفت شلون، لانه كنا عدم يعني في منطقه معدومين من السياسه كل شيء، فاستضفناهم هذول الضيوف نحن واكرمناهم، هن لهم سجناء ولهم اي شيء. يعني نجحت بامتياز بهذا الامر، يعني ابو ابراهيم انك فتح لنا الابواب كلها كاعلاميين. يعني نحن اول ما استضفناهم يعني قمنا ان شاء الله التجاره تربح والحمد لله ربحت اعلانيا، ونحن استضفناهم وتجارنا مشان نربح اعلانيا، هذا سبب استضافتنا لهم. بس استطالت هذه تفضل. ونحن حاليا السبب هو نقل رسائل من الشعب السوري الى الشعب اللبناني. الشعب السوري ظلموا الدوله السوريه وظلموا النظام السوري وظلموا الامن السوري، وزرعنا 30 سنه الى وراء نفس الشيء، الشعب اللبناني ظلم مثل ما ظلم الشعب السوري، ظلمته الدوله السوريه وظلمته الطائره وظلمته النظام السوري والافرع الامنيه فرع عنجر وفرع بيروت. نحن نعلم ما فعل النظام السوري في لبنان والشعب مظلوم، وهذا الشعب مظلوم. نحن هذول الضيوف نقل رسائل ونوضح للشعب اللبناني، لنوضح للشعب السوري واللبناني هذا النظام ايش عم يسوي فينا، عرفت شلون؟ نعم. والحمد لله هلا حاليا مدينتنا تحررت وجعلنا مدينه اعزاز مقبره للدبابات للنظام السوري، واغتنمنا دبابات، وهذا النظام الطاغية عصابة بشار الأسد الذي أتت في دبابته إلى مدينتنا الآن على مرأى إذاعتكم، مرأى إذاعة الإم بي سي، الطفل السوري الذي ضربته الدبابة وقتلته، والإمرأة والأطفال الأصغر أعمارهم 3 سنوات 4 سنوات يدرسون دبابة النظام السوري في صفوفهم. الحمد لله هي قدرة الله. أبو إبراهيم تنرجع، حضرتك عم بتقول في رسائل من الشعب السوري للشعب اللبناني، شو هي هيدي الرسائل من خلال استضافة الحجاج الـ11؟ بشكل واضح يعني تيعرفوا الأهالي مظبوط. الرسائل نحن شعب سوري وأنتم شعب لبناني،
يعني شعب سوري وشعب لبناني. نحن عم نقول يعني نحن انه هذا عدونا، هذا الجيش السوري هو عدونا، ظلمهم ثم ظلمنا. يعني نحن بوجه رساله للسياسيين اللبنانيين. نعم. السياسيين اللبنانيين يعني هن دوله مجاوره لنا، وسوريا ولبنان بلد وحده، وما في فرق بين السوري واللبناني ابدا. دائما اللبناني في سوريا والسوري في لبنان، دائما هذا شيء معروف، والعادات والتقاليد واحده، والمطبخ واحد، والبيت واحد، واللبس واحد، واللغه واحده. ما في اي مشاكل ابدا. نحن نوجه رساله للسياسيين اللبنانيين، ايش شايفين من هذا النظام؟ ايش شايفين من هذا النظام اللي عم يساوي في بلدنا؟ الدبابه والصاروخ والجيش السوري، وهن اخبر عن السياسيين اللبنانيين، هن اخبر في الامن السوري وفي الدبابه السوريه والنظام السوري، وبطش النظام السوري اخبر من المواطن السوري، لانه هن سياسيين. المواطن السوري عندنا فلاح، عندنا تاجر، عندنا الناس في اللاهين، هن اخبر وبيعرفوا ايش عم يساوي النظام. شو تطلب منهم بشكل مباشر للسياسيين؟ نطلب من السياسيين اللبنانيين جميعا بدون استثناء يحددوا موقفهم من هذا النظام، جميع السياسيين اللبنانيين بدون استثناء. رئيس وزراء السوري انشط. نحن السياسيين اللبنانيين بشار عم بفيدهم بشيء او خايفين منه بشيء او وعدهم بشيء، السياسيين ايش عم ينتظروا منه اذا رئيس وزراء انشط؟ خلص انظروا يا سياسي اللبنانيين. شو طالب موقف واضح من الحكومه اللبنانيه، من الدوله اللبنانيه؟ شو بتطلب؟ بتأيدكم؟ ما هي الدوله اللبنانيه تستقبل اللاجئين والنازحين، وهي يعني لبنان كل عمره يعني عم بيضيف ويستقبل اللاجئين السوريين والجرحى السوريين، يستقبلهم الشعب اللبناني ليس السياسيين اللبنانيين. السياسيين اللبنانيين نحن اجتنا اخبار يأخذون اللاجئين السوريين والجرحى ويسلموهم الى النظام السوري الذي فاتت شرعيته. النظام السوري المطلوب الى الثوره السوريه بالدرجه الاولى، الى المحاكم الدوليه، الى جميع المحاكم العادله في العالم. طيب ابو ابراهيم، يعني حضرتك بشكل لافت دعيت الفنانين والاعلاميين وطلبت حتى من الاهالي يجوا يزوروا الزوار، ونحن جينا برفقه اثنين فاتوا كانوا مستقبلين احر استقبال وغادروا من دون ان يتم التعرض لهم، وهذا الشيء يمكن فاجئ اذا هالقد فاتح ابوابك، شو اللي بيمنع انك تعيد هدول الضيوف لاهلهم؟ شو اللي بيمنع؟ شو يعني هلا وجه رساله للسياسيين قول لهم انا بدي هيك ترجع الضيوف، قول لهم بشكل واضح، الا للحكومه وللدوله، انا بدي منك بشكل واضح هيك ترجع الضيوف. تفضل. اول شيء نحن بنطلب من السياسيين اللبنانيين جميعا تحديد موقفهم من الثوره السوريه عنه بالاعلام. نعم. مو يحددوا في مكاتبهم وفي مكاتبهم النافذه مغلقه، بدنا يحددوا موقفهم سياسي اعلانيا. اولا في الاعلام اللبناني والاعلام العربي. نعم. السياسيين اللبنانيين جميعا. ونحن ما نحن مع يعني هذا الطلب، هذا طلب يعني لا، هذا الطلب نحن لازم ما نطلبه، هن لازم يحددوه. يعني عرفت شلون؟ نحن هيك بنقصد فيه نحن. نعم. ثانيا في مطلب اخر، بس فقط تريدون من الدوله اللبنانيه ان تعترف بالثوره السوريه بشكل رسمي وبعدها تعيدون الزوار، هذا هو الشرط الوحيد؟ نحن بالنسبه للثوره السوريه هي ثوره حقيقيه، ان اعترفوا السياسيين اللبنانيين في الثوره السوريه، وان ما اعترفوا اعترافهم ما راح يساوي شيء، وبقائهم ما شاء الله ما راح يساوي شيء، هي ثوره حقيقيه. عرفت شلون؟ طيب الموقف كيف بدك اياه بشكل واضح؟ شو هو بده يكون؟ نحن بالنسبه للسياسيين اللبنانيين نحن كثوار يعني نحن لحد الان ما حددوا موقفهم. نعم. من الثورة السورية، يعني نحن التقييم عندنا مثل النظام السوري. وقت يتغير هيدا الموقف، أنتم بتعيدوا الزوار أبو إبراهيم؟ للزوار هن إخوتنا يعني، ونحن بالنسبة للزوار هن إخوتنا وضيوفنا، وإن شاء الله نحن على كل حال. كان نحن سابقا قبل شهرين كان عندنا ثقل أمني في مدينتنا، كان ما عندنا فراغ، هلا الحمد لله مدينتنا تحررت. مدينة عزاز مدينة محررة كاملة، صار عندنا جزء من الفراغ، دعينا عبر قناة الـ NBC
نستضيف الاعلاميين اللبنانيين، خاصه لان الاعلام اللبناني معروف عند المواطن السوري. المواطنين السوريين هم مشاهدين للاعلام اللبناني اكثر من يعني الاعلام اللبناني عرفك على كل ال اي نحن شفنا الاعلام اللبناني نحن كثوار نظر اثناء الثوره الى الاعلام اللبناني جميعا نشوفه صامت يتيم عم بكي. طب ابو ابراهيم كثير ترددت مطالب من قبلكم بالاول، طالبتوا باعتذار، طالبتوا بمواقف، وطالبتوا باطلاق معتقلين، كل هيدي المطالب راحت وفقط تقتصر الان على موقف من الدوله اللبنانيه؟ نحن بالنسبة لما طلبنا نحن لا بشيء مادي ولا بمعتقلين، ما طلبنا أبدا نهائيا. نحن أمين العام لحزب الله قبل استضافة هذول الأشخاص بعشرين يوم طلع على قناة المنارة وصرح وحضر موقفه من الثورة السورية ومن عصابة بشار الأسد، وقال هذا الشعب السوري إذا لم يقوم في الاصلاح مع النظام مع بشار الاسد سوف يعني حسب نصر الله سيحاسب الثوره السوريه، حسب نصر الله سيحاسب الثوره السوريه، سيحارب الثوره السوريه حسن. نعم عرفت شلون؟ فنحن كثوار سوريين نحن طلبنا منه الاعتذار. طلبنا منه الاعتذار، طلع هو يعني نحن فكرنا أمين عام لحزب، فكرنا أمين عام لحزب وطلبنا منه الاعتذار، عرفنا إيش هو حسب نصر الله، عرفناه حسب نصر الله شيء صغير جدا. طيب هلا يعني تحول الطلب للموقف للحكومة اللبنانية للدولة اللبنانية. طيب حضرتك خطبت الأهالي والإعلاميين والفنيين، طيب يعني بادر لذهن أنه ممكن تكون هاي مبادرة حسنية من قبلك؟ نحن حولنا للحكومة اللبنانية، طلبنا نحن دعينا نحن مشان بعد ما صار عندنا فراغ من الوقت نحن سمحنا للإعلام عن طريق ملكو الـ NBC إنه يجوا ويشاهدوا ويقابلوا الضيوف ويصورون، سمحنا للأهاليين وللفنانين وللناس المدنيين، يعني نحن نقصد الإعلام اللبناني والفنان اللبناني وأهالي هذول الناس المدنيين، هذا هو الشعب اللبناني. نحن طلبنا الإعلام يعني إنه هذا شعب، طلبنا الفنان شعب، طلبنا أبنائهم شعب. نحن ما طلبنا نائب لبناني ولا طلبنا رئيس وزارة ولا طلبنا رئيس حزب. نعم مفهوم. ممكن تعمل مبادرة تجاه هذا الشعب المتمثل بالإعلام اللبناني والأهالي وكل العالم، كل اللبنانيين اللي عم يحضروك الآن مباشرة، وتجاه الفنانين ممكن تعمل مبادرة بهذا الشهر الفضيل؟ يعني حضرتك شفناك امبارح وقت فتنا عن الأهالي وعم يستقبلوا أولادهم، دمعت عيونك والله. بالنسبة للموقف وقت اللي أجوا أهالي للضيوف يعني انا كنت حزين كثير ودمعت عيني كثير، وموقف حرج كثير زعلتني. لكن من امبارح اليوم ما شفتهم خجلان منهم، يعني بدي اعتذر منهم مشان اشوفهم على هذا الموقف. يعني هم فعلا اخوتي، وان شاء الله نحن وقت بده ينتقلوا من مدينتنا الى بلدهم ان شاء الله بيستلموا الاعلام القناه الاعلاميه من عندكم ان شاء الله NBC بيستلموا من عنا ان شاء الله. هل ان شاء الله قريب هذا الموعد ابو ابراهيم؟ ان شاء الله انا بكون معهم ان شاء الله. هل هذا الموعد قريب ابو ابراهيم؟ اكون معهم واسلم نفسي الى الشعب اللبناني. ابو ابراهيم الشعب اللبناني اخذ فكره جديده عما يسمى خاطف، انت ترفض تقول انك خاطف، ولكن كنت بنظرهم هيك، فاجأتهم باسلوبك انك دعيت الاهالي والاعلاميين وعم بيتنقلوا بحريه وحتى شكروك. ما فيك تعمل مبادرة خاصة المرضى منهم؟ بالنسبة للموضوع خاطف والضيوف، هن إذا شخص اللي تحددوا هذا الاسم، ونحن سمحنا لكم أكثر من فترة طويلة وقت مفتوح بدون أي شخص بيناتنا، مزبوط، وبغرفة وتكلم معه بحرية كاملة. صحيح، وهذا أكبر دليل على ذلك. وكلمة تسمية مختطفين الضيوف معتقلين اللي معش واحد هذا الاسم هم بسموه. طيب ابو ابراهيم بسموه قانونيا في سوريا وبسموه في لبنان، وايش ما يقولوا يعني
يعني الشعب السوري بيحضر الأعلام اللبناني، ولكن نحن امبارح قلنا انه هن ضيوف، واليوم عم نشوف انه نحن كمان ضيوف عندك. بالنسبه للاعلام اللبناني سبق وحكينا هلا بالمقابله، الاعلام اللبناني نحن قلنا لكم الشعب السوري جميعا هو مشاهد للاعلام اللبناني اكثر من الشعب اللبناني. فاثناء الثوره نحن سبق وقلنا لكم انه ابو ابراهيم شفنا الاعلام اللبناني جميعا باليتيمة. نحن كثير سمحنا للقنوات اللبنانية تجي، سامحهم الله عم نشوف عم بصوروا مقاطع وعم بتناسوا الثورة كثير، كمان يكرروا المعاملة السابقة، سامحهم الله جميع القنوات الإعلام اللبنانية، وفي بعض القنوات اتصلت فينا، القنوات اللبنانية ومثل ما فهمنا منهم خايفين، لا يخافوا يتفضلوا أهلا وسهلا، أي قناة لبنانية، أي فنان، أي مذيع، أي قناة الإمبسية جنبنا عم بصوروا معنا، والضيوف اللبنانيين أجوا أبنائهم أهلا وسهلا فيهم كلياتهم جميع، بدون بالنسبة للإعلام اللبناني ما في عنا تميز، هي قناة كذا لزعيم كذا لكذا لكذا، ما في أبدا. بتعرف كل التركيبة اللبنانية أبو إبراهيم، وجه لهم شيء رسالة طمنهم، هل في بادرة قريبا؟ هل سيعودون بوقت محدد قريب؟ هل ممكن تعمل هالمبادرة معنا نحن؟ إن شاء الله خير، وقلنا لكم بيستلمهم الإعلام اللبناني إن شاء الله أثناء تسليمهم بيستلمهم عنا وبروحوا على لبنان قريبا جدا. ورطناك بقريبا جدا يعني ان شاء الله خير، ورطناك بقريبا جدا. ماشي، الله يعطيكم العافيه ومشكورين، واهلا وسهلا فيكم، ميت سلامه ومرحب فيكم مدينه عزاز وباب السلامه، اهلا وسهلا فيكم بالاعلام اللبناني، ونفتخر فيكم كشعب لبناني، وان شاء الله بنشوف بشائر خير من الشعب اللبناني، وان شاء الله خير، وانتم على كل حال يعني نحن بنبقى هون بضيافتك تتردوا معنا؟ لا، ميت سلامه، انتم احرار. نحن عم نروح بك. أبو إبراهيم، سؤال حضرتك بوقت سابق باتصال هاتفي معي مباشرة، قلت حضرتك يعني بدك تشاور النائب عقاب صقر، ومبارح سمعنا حتى الضيوف عم بيقولوا نحن الرئيس سعد الحريري. ليش؟ أنا ما كنت بدي أشاور عقاب صقر، لا لم أشاور عقاب صقر ولم أفاوض عقاب صقر، أنا كنت عندي في مكتبي بعد الاستشارة، ممكن إذا صار تسليم ممكن يعني نسلمه لعقاب صقر، يعني نحن نستشير ونقرر يعني. نعم، نحن عقاب صقر لا نعرفه ولا من الإعلام. طيب ليش رفضتوا الرئيس نجيب ميقاتي؟ هو أبدى كل استعداد يتصل فيكم، ليه؟ نحن بالنسبة لنجيب ميقاتي، نحن المعروف عن نجيب ميقاتي اثناء الثوره، ونحن متابعين نجيب ميقاتي اعلاميا، ونحن نعرف صمته الداخلي ونعرف حركته في المكتب، ونعرف نحن كمان الحمد لله يعني صور عنا امنيات عاليه، اقوى من دوله يعني، اقوى من دول يعني، ونحن الحمد لله. تفضلي. حال ابو ابراهيم، ان شاء الله نكون نحن انوعدنا منك انه قريبا هالزوار يعودوا، انت بتوعدنا طالما من شعب لشعب عم تتوجه بالرساله ان شاء الله، بالنتيجه عند اسمه الاعلام اللبناني من سوريا الى لبنان ان شاء الله.